السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم مسائل التقويم من الوحدة 15، تطبيقات المجالات الكهربائية، منهج دولة الإمارات العربية المتحدة للعام 2016-2017. حياتنا عادة، فاختر لنفسك أفضل العادات. ردد شعاري المثابرة، أقرأ أفهم أحفظ أطبق، مفتاح النجاح بعون الله بإيدك. جيب ورقة وقلم وتابع معي حل المسألة، وجيب الورقة الكاتب فيها المعادلات الخاصة بالوحدة 15. يختزن مكثف موصول بمصدر جهد. كونه ذكر جهد، إذن هذا دلتا في كابيتال، وتساوي 45 فولت، وحدة قياسه فولت. شحنة مقدارها 90 ميكرو كولوم، هذا الرمز ميكرو. الميكرو مع قيمته 10^6، هذه قيمة الميكرو البادئة ميكرو. إذن كيو سمول وتساوي 90 × 10^6 كولوم. 10^6 هي قيمة الميكرو. ما مقدار سعة المكثف؟ رمز سعة المكثف هي سي كابيتال، وتساوي إشارة استفهام. بتدور على علاقة تربط ما بين دلتا في وكيو وسي في الورقة الموجودة عندك. هتلاقي سي وتساوي لكيو على دلتا في. سي مجهولة، كيو عندك ياها، دلتا في عندك ياها، إذن بتعوض، ما في ترتيب. بتجيب الآلة الحاسبة، لاحظت، عوض بالمقدار ووحدة القياس. 90 × 6 تقسيم 4/5 وتساوي 2/10^6. سي وتساوي 2/10^6 فاراد. الفاراد هو عبارة عن كولوم على فولت، بدك تكون حافظة. الفاراد عبارة عن كولوم على فولت. وفي رعاية الله، لاحظ هون الـ10^6 هي قيمة البادئة ميكرو اللي رمز هذا الرمز، ففيك تكتبها بهذا الشكل وخلاص، أو تكتبها بهذا كمان. وفي رعاية الله.